خلينا بقى نروح يا احمد كمان للجمهوريه الجديده اللي هيكون كل حاجه فيها مختلفه، حتى وسائل النقل العام هتكون مختلفه. يعني احنا بنتكلم عن دوله بتسعى لنظام نقل عام مرن وخالي من يمكن المشاكل اللي يمكن بنشوفها دلوقتي، العشوائيه كمان، امن وسريع، وفي حاجات جديده بنشوفها او هنشوفها في الفترات الجايه زي المونوريل مثلا اللي ابتدى يدخل مصر لاول مره، ده غير الاتوبيسات الترددية اللي هتشتغل على الدائري اللي بطول 106 كيلو متر. الأوتوبيسات الترددية دي هتخلينا نشوف أقل عشوائية على الدائري من طبعا الميكروباصات، والناس اللي بتمشي يمكن بسبب الميكروباصات بيحصل حوادث كتيرة جدا. في كمان القطار الكهربائي السلام، العاصمة الإدارية، العاشر من رمضان، حاجات كتيرة جدا هنشوفها في الجمهورية الجديدة. فخلونا نشوف التقرير. المونوريل والأوتوبيسات الترددية هي وسائل النقل العام في الجمهورية الجديدة، حيث تعمل الدولة على إنهاء تنفيذ أول مونوريل يمتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بأطوال 56.5 كيلومتر نهاية العام الجاري. ووصلت أول دفعة من القطارات المخطط لها العمل خلال هذا الخط بعد انتهاء تنفيذه، وتواصل تنفيذ ثاني خط مونوريل يمتد من 6 أكتوبر حتى وادي النيل بالمهندسين، الممتد بأطوال 42 كيلومتراً، والمخطط تشغيله بداية 2023. وفي الجمهورية الجديدة تعمل الدولة على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان من أجل بدء التشغيل التجريبي للمشروع، وحيث تجري حالياً إنهاء أعمال تشطيبات المحطات واستكمال تركيب نظام الإشارات والأعمال الكهروميكانيكية وتركيب البوابات الإلكترونية للدخول والخروج بالمحطات. وحيث يحقق هذا المشروع الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصورة، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية والقطار الكهربائي السريع العلمين العين السخنة الجاري تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية. وفي الجمهورية الجديدة ستكون الأوتوبيسات الترددية أو ما تعرف بالحافلات السريعة التي تعمل بالغاز أو الكهرباء بديلاً عن الميكروباصات لتسهيل انتقال المواطنين وتقليل الكثافات، حيث يجري التجهيز لتشغيل الأوتوبيسات الترددية على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بعد الانتهاء من أعمال توسعته بالكامل وتخصيص حارات منفصلة لمساراته، وسيعمل وفق زمن تقاطر ثابت ومحطات انتظار يجري الانتهاء منها حالياً. طبعا ميزه المشروعات دي كلها انها بتتم في وقت واحد، يعني احنا بنتكلم في نقل سريع ونقل ذكي، كل ده بيتم في وقت واحد. اخر الخطه الزمنيه لهذه المشروعات كلها انها تتم هي 2023. السيد الرئيس مهتم بادق التفاصيل وبيقوم باجتماعات اول باول عشان يتابع المشاريع دي عملت ايه ورحنا فين، ويمكن ده اللي هيشعر بيه المواطن. يعني لما بنتكلم النهارده في طريق زي الدائري لما يتوسع الحارات دي كلها ويبقى في اتوبيس ترددي ليه محطات معينه بيقف فيها بيتم نقل الناس منها، ما بنشوفش العشوائية اللي احنا يمكن كنا بنشوفها على الطريق الدائري، نقدر نوصل أشغالنا بسرعة. ده المواطن هيلمسه في وقت واحد، وزي ما قلت لحضراتكم إن السرعة في تنفيذ هذه المشروعات في وقت واحد ده هينعكس علينا كلنا كمواطنين، هننتج بشكل أحسن، هنوصل أشغالنا بشكل أحسن، مش هيبقى عندنا التوتر وإحنا رايحين الشغل بتاعنا خايفين لنوصل متأخر، الحاجات دي كلها. ففي الحقيقة أنا يعني مبسوطة جدا بكل التطورات اللي إحنا بقينا نشوفها بالذات على الطرق.